بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحب أرحب بكم جميعا، سيادة النائب أحمد السلوم، الدكتور عبد الوهاب، الدكتور يوسف، أستاذ عبد الحميد، أستاذ أحمد خلفان، في ندوة صحيفة الوطن فيما يتعلق بالإعلان عن الاستراتيجية السياحية اللي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة والسياحة في 2022. سيادة النائب أحمد السلوم، سيادة النائب، احنا كنا حابين بس نتعرف على حضرتك، كنتوا في مجلس النواب اتكلمتوا عن بعض التشريعات اللي هتدعم القطاع السياحي في الفترة المقبلة. طبعا اكرر شكري لكم مرة ثانية، وطبعا استراتيجية قطاع السياحة يعني هذه من استراتيجيات اللي بتكون مهمة حق الاقتصاد الوطني، وهي تعتبر يعني من الإيرادات الغير نفطية اللي الحكومة مع مجلس النواب مع أيضا غرفة التجارة وصناعة البحرين تطمح إلى تنميتها. فوضوع أنك أنت تخلي استراتيجية حق قطاع السياحة بشكل محدد إضافة إلى استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية لأنهم مرتبطين مع بعض، هذا يعطي يعني مؤشر ان احنا قاعدين نمشي في الطريق الصحيح في تنمية الموارد الغير نفطية وكذلك في تنشيط السياحة في البحرين. فاحنا طبعا كمجلس نواب يعني هذه الاستراتيجية الجديدة الطموحة اللي يعني وضعت حق 4 سنوات القادمة وتبتدي من 2022 تحتاج فيها يعني حسب يعني الاجتماعات المبدئية مع الحكومة أن هي فيها بعض التشريعات وبعض القوانين وبعض اللوائح اللي هي تحتاج أن يتم تعديلها. لأن أنت لو بتروح مثلاً حق النقاط الأساسية أو النقاط الجوهرية في الاستراتيجية هي تتكلم عن تسهيل الدخول، معناته أنك أنت تفتح البحرين حق معظم الجنسيات، وهذه تطلب أن تكون في اتفاقيات مشتركة، تطلب أن يكون في تبادل في الفيز، المعاملة بالمثل، فتح هذه المجالات مع الدول، وهذه تحتاج كلها تكون في معاهدات واتفاقيات يتم توقيعها مع هذه الدول وتحت قبة البرلمان. فإحنا طبعا يعني مستعدين حق هذا الأمر وجاهزين، وفعلا تم البدء أن يتم توقيع هذه الاتفاقيات الثنائية ويتم التعامل فيها بالمثل، وهذه راح تصب بشكل إيجابي حق زيادة عدد يعني زوار البحرين اللي يزورون البحرين، اللي احنا يعني يبون يرفعون الرقم إلى 14 مليون زائر في السنة، وهذا الرقم يعني على يعني الجهازية اللي صارت ومطار البحرين الدولي والمشاريع السياحية اللي موجودة وعدد الفنادق الجديدة اللي قاعدة تفتح يعني وأرض المعارض أيضا اللي هي بتكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط أو في المنطقة موجودة، هذه كلها يعني راح تساهم في تحقيق هذا الرقم، إضافة إلى التعديلات أو الاتفاقيات الثنائية اللي احنا نتكلم عنها أيضا. يعني نتكلم ان هذه يعني المشاريع السياحيه عشان تستقطب في البحرين ايضا تحتاج في تعديل في التشريعات، خصوصا اللي هو قانون الاستثمار، يعني يكون في قانون الاستثمار سواء كان السياحي او التجاري، وهذا اللي احنا قاعدين نعمل عليه واللي احنا قاعدين بنخلصه بالسرعه المطلوبه على اساس يتم الاستفاده منه في هذا البند. يعني شخصي دكتور يوسف محمد، الاعلام ودوره لدعم القطاع السياحي. أولا شكرا لك يا محمد، وأنا سعيد جدا وأتشرف أن أكون متواجد معك في هذه الندوة وسط أساتذتنا وأيضا دكاترتنا الأعزاء. أنا أعتقد أن الإعلام السياحي هو شكل من أشكال الإعلام بشكل عام، وما ينفصل عن الإعلام السياحي أن دوره عن عملية الترويج والتسويق وإبراز المعالم السياحية والثقافية وأيضا إبراز الجمال البحرين، إذا تخصصنا في موضوع البحرين بأن احنا نبرزه لجمهورنا سواء جمهور المحلي أو جمهور الخارجي، والغرض من ذلك أن احنا نبي نعظم النتائج الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ودور الإعلام يلعب دور كبير في إبراز هذه المشاريع وهذه المنجزات وهذه المعالم السياحية والثقافية في البحرين بشكل عام.
أعتقد أن إحنا اليوم لما قرأنا الخطة الاستراتيجية اللي أطلقتها وزارة التجارة متمثلة في الوثيقة أو الخطة الاستراتيجية السياحية، أنا أعتقد أن الإعلام أيضا يعني شريك أساسي وفعال في كل الركائز اللي بنيت عليه هذه الاستراتيجية. إحنا الآن قاعدين نعمل دورنا أيضا كوظيفة الإعلام ان احنا نبرز هذه المعالم وايضا نبرز البحرين كمركز سياحي عائلي من خلال برامجنا، من خلال تغطياتنا الاعلاميه، من خلال الشراكه ايضا مع وزاره التجاره والصناعه والسياحه، من خلال الفنادق الموجوده، من خلال المؤسسات السياحيه اللي موجوده، كيف ممكن ان احنا نبرزها من خلال برامجنا، من خلال تغطياتنا الاعلاميه. ايضا ان احنا نبي نعزز ثقافه صناعه السياحه. اليوم السياحه صناعه، حالها حال كل الأشياء اللي موجودة الآن أنها هي تحولت إلى صناعة. كيف ممكن نبرز من خلال عملنا الإعلامي صناعة السياحة وأن تكون هي جزء من الناتج المحلي لمدخول البحرين بشكل عام. أيضا مثل ما تفضل الأساتذة أن احنا نبي نسوي زيادة عدد السياح، كيف ممكن أن احنا من خلال أن احنا نبرز مقوماتنا وبنيتنا التحتية ومقوماتنا الجميلة من خلال أيضا الإعلام، أن احنا نبرز هذه للتماليات البحرين ونخلي الناس تجينا. اليوم كثير من الدول استخدمت الدراما في تسويق البحرين، تسويق بلدها. كثير من الناس استخدمت مثلا البرامج المفتوحه، بدات تطلع للمنتجعات، تطلع برا على اساس ان تراوي المشاهد والمتلقي في الاعلام ان في اماكن جميله في البحرين. وانا اعتقد ان اليوم احنا ما نقل عن جمال هذه الدول، وممكن ان احنا نبرز هذه الاماكن ونستقطب الناس ونستقطب الدول، خاصة أن احنا موجود عندنا مقومات السياحة، ولكن مثل ما تفضل أستاذ حميد محتاجين الآن تفعيل هذه الخطة على أساس أن تكون موجودة على أرض الواقع ونعمل فيها. النقطة اللي أبي أوصلها لك يا أخي محمد أن احنا يجب أن لا نعمل بمعزل عن بعضنا بعض. يعني اليوم كثير من مشاريعنا نعملها بروحنا، كل واحد يعمل في نطاق، وإحنا محتاجين نوحد الجهود. إذا كان في مشروع موجود لازم كلنا نشتغل على هذا المجهود، الإعلام، السياحة، التجارة، الفنادق، المؤسسات السياحية، على أساس أن يكون عندنا هدف واضح ونوصل للتارجت اللي احنا نبغيه، خاصة أن هناك في KPIs حق هذه الخطة. فإحنا إذا ما توحدنا هذه الجهود وقدرنا نبدأ من البداية ونعمل مع بعض وننسق هذه الجهود، راح نوصل إن شاء الله حق الهدف المجهود اللي نسعى له كلنا في هذا المجهود. أستاذ أحمد، تكلمنا عن الواجهات والأنشطة البحرية. السلام عليكم جميعا، معكم أحمد الخلفان رئيس رياضات الموروث البحري. طبعا الأخوان ما خلوا شيء، تقريبا غطوا جزء كبير من الأشياء اللي كنت مخطط أقولها، لكن راح أتكلم بالنسبة للرياضات البحرية أو الواجهة البحرية وموضوع تنشيط السياحة. بدعم من جلالة الملك الله يحفظه وسمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد، أقمنا رياضات الموروث البحري اللي صار لها 4 سنوات. احنا اليوم قاعدين نشتغل في الموسم الرابع، والرياضات هذه لاقت اقبال شديد ونشاط شديد من الاشخاص في البحرين، مشاركات من جميع الفئات. وهذه الرياضات كان الهدف منها نشر الثقافة وتعزيز التراث بالنسبة لرياضات الموروث البحري. ما أخفي عليك أنه يعني بالتعاون مع الجهات عديدة تم تنشيط الرياضات البحرية أو البحرين كوجهة بحرية عن طريق مشروع دايف بحرين اللي تم عن طريق مكتب النائب الأول، اللي من خلاله اغتطب عدد كثير وكبير من الناس اللي كانت تحب تغوص على الطيارة وتشوف بعض معالم الغوص في البحرين، كانت تحب تطالع الرياضات هذه اللي والمسابقات اللي نرتبها بالنسبة لموسم الرياضات هذه. طبعا أخوي أحمد السلوم وحميد الحلواتي تكلموا عن الأرقام و14 مليون زائر، والدكتور يوسف أكد أن هذه ما تتم إلا بتكاتف الجهود من الجهات كلها. يعني خلنا دائما ننظر الى تنشيط السياحه من الناحيه الشخصيه. لو انت راح تسافر لاي وجهه وحاب تختار بين وجهات، شنو المقياس اللي راح يسبب لك او يساعدك في الاختيار؟ طبعا انا
شخصيا اعتقد كل ما زاد التنوع السياحي راح يساعدني في الذهاب، لانه ممكن يكون في نشاط لي انا اذا كنت احب البحر، وحق عيالي اذا كانوا يحبون الالعاب والملاهي، وحق زوجتي اذا كانت تحب الشوبينج والتسوق، الى اخره من امثله. فبالتالي تكاتف الجهود، يعني احنا للاسف احيانا الجهه تشتغل منفرده وليس بشكل الخطه المرسومه للكل. بتكاتف الجهود لازم نوصل لقمه الهرم ما راح توصل الا عن طريق تكاتف الجهود. طبعا انا كنت اسمعكم واشكر المتحدثين، ما شاء الله يعني قامات كبيره واراء جيده، ولا شك ان قضيه السياحه في البحرين من اهم الطموحات اللي عندنا بالنسبه للوضع الاقتصادي اللي موجود سواء في البحرين او في المنطقه، وان البحرين مؤهله طبعا انها تكون فعلا مقصد سياحي للكثيرين من الناس. طبعا نحط مشكله السياحه العلاجيه ولا العلاج السياحي، انا اعتقد ان نحط السياحه العلاجيه افضل، لان الحصول على المكتسبات من ناحيه السياحه يمكن اسرع وافضل من ناحيه العلاج، لان المنافسه في المنطقه بين المؤسسات الصحيه في تطوير نفسها منافسه ما هي قليله، لو ناخذ فقط الدول العربيه في الخليج. فانا اعتقد التركيز اولا لازم يكون على تطوير السياحه اللي هي بذاتها ممكن تستقطب الناس حق العلاج. انا اول مره اسمع ان يعني السقف اللي انتم حاطينه 14 مليون زائر، طبعا في دول يزورونها في السنه 40 مليون و50 مليون، لكن ذيك امكانيات غير الامكانيات اللي موجوده عندنا، خاصة ان احنا يعني المواطنين والمقيمين عندنا عددهم لا يتجاوز 1.5 مليون، يعني ان يكون في الشهر الواحد مليون زائر للبحرين، هذه almost the same size of the population، عملية ما هي سهلة في الوضع القائم اللي موجود عندنا الحين، سواء بالنسبة للفنادق أو الشقق أو حتى المناطق السياحية واللي ممكن الزائرين يروحون لها. البحرين مؤهلة بالطبع، الجانب الحضاري موجود، الجانب الأثري موجود، الآثار موجود، التاريخ البحرين طبعا قديم والناس تحب تطلع عليه، المجتمع عندنا منفتح، التعامل مع الناس عندنا ما في أبسط من ذي. الشعب البحريني معروف انه ودود صديق، وممكن مثلا الناس تتفاعل معه وتتعاون معه بكل طريقة، فذي كلها يعني اشياء مثل خلفيات ضرورية لتطوير السياحة. انا اتصور لابد ان احنا ندرس هالدول اللي تفوقت علينا في السياحة، مثلا لو نرجع 20-30 سنة وراء، مثلا دول مثل سنغافورة ولا ماليزيا ولا تايلاند، أو حتى دول المنطقة مثل دبي مثلا، والآن مثلا اللي حاصل في الرياض التطور اللي قاعد يصير، هل هم مثلا حطوا استراتيجية؟ والاستراتيجية ما هي سر علينا، وصول ندرس الاستراتيجيات مالتهم ونشوف الأنفع لنا، ونشوف أي مسار ممكن ناخذه لو ما يسرع بقضية تطوير السياحة أولا، وبعدين نطور الجانب الطبي. الكوادر اللي موجودة عندنا في البحرين كوادر بشرية جيدة، البنى التحتية عندنا ممتازة، المستشفيات عندنا موجودة، لكن أيضا تحتاج إلى تطوير كبير. التطوير ذي يشمل تخصصات نادرة ما موجودة عندنا، يشمل الأجهزة وأدوات قد لا تكون موجودة عندنا، يشمل المستشفيات لازم تكون أكبر في تخصصات على نطاق أوسع، وفرة الأجهزة والأدوات والأدوية، ما يكون عندنا نقص إن مثلا مرة واحدة ينقطع دواء من السوق، ولا جهاز ما موجود، ولا محاليل ما موجوده، ولا هالاشياء دي كلها. دكتور عبد الوهاب، حضرتك كيف ترى السياحه العلاجيه في مملكه البحرين، وماذا تحتاج الى؟ هل تحتاج الى بعض التعديلات التشريعيه؟ هل تحتاج الى دور القطاع الخاص في تنميه هذا القطاع، خاصه ان السياحه العلاجيه تعتبر احد اهم الركائز الاساسيه اللي اعتمدت عليها الاستراتيجيه؟ من غير شك ان اي تطور في اي مجال، كان صحي ولا عمراني ولا سياحي، ان التشريعات هي اللي تاثر اكثر شيء. وذي طبعا الموضوع ذي منوط بالاعضاء اللي عندنا في الشورى وفي البرلمان، انما فعلا يراجعون هالتشريعات اللي عندنا، اللي هي في بعض الاحيان تكون يعني حجر عثره في التطوير اللي ممكن يصير في مجالات كثيره، والطب ما يختلف عنه.
يعني تشريعاتنا للأسف صعبة. وبعدين في توسع غير طبيعي في المراكز الصحية والعيادات الصحية، لكن ما في توسع كبير في المستشفيات الكبيرة اللي ممكن تستوعب هالأعداد الكبيرة من الناس، اللي ممكن تنشأ على مثلا مبادئ مختلفة، على سياسات مختلفة، على استراتيجيات مختلفة، فيه من الأدوات وفيه من الأجهزة وفيه من الفنيين وفيه من الاختصاصيين. الآن عندنا في البحرين عدد كبير من الاستشاريين أو الأخصائيين اللي هم العامين، لكن في كل مجال طبي هناك يمكن 5-10-15-20 تخصص نادر ضمن كل التخصصات الكبيرة دي. هل التخصصات ما هي موجودة عندنا؟ ما أقدر أقول أنا أقول للناس تعالوا أنا بعالجكم وبعدين في نص الطريق أقول له والله التخصص دي ما عندي، هالجزء دي ما عندي، هالشيء دي ما عندي، أقوم أنا أقول له روح الحين منطقة ثانية تعالج في دولة ثانية. هذه لو تكرر الشيء مع مريضين 3 ولا 10 ولا كذا خلاص، بعد أنا سمعتي في السوق خلاص يعني ما 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 تنتهي. فالتشريعات أولا، التشريعات هي اللي تسهل يعني تستقطب الناس إن هي وتستثمر. الاستثمار يبي له مكان. شوفوا الأمن. يبدو من كلام حضرتك يا دكتور إن التشريعات فيما التشريعات التي تتعلق بالقطاع الطبي تحتاج إلى دراسة من مجلس النواب مرة تانية لتعديل ما يراه مناسب. بالضبط بالضبط. واذا في مستثمرين يريدوا يستثمروا في هالمجال ذي، ومجال الطبي مجال جيد، مجال واعد ان بيستثمر، لابد يكون يعني ضامن لان يكون في مردود على هالاستثمار. انا كنت بتكلم مع سعادة النائب، كان قال لي اول امبارح ان في قانون جديد للاستثمار يا سعادة النائب. هل هيشمل القطاع الطبي؟ هل في لجنه شؤون اللي جاي عندكم الفندق ما هتشمل القطاع الطبي في التعديلات اللي جايه؟ انا ما سمعت عن القانون دي للحين، لكن انا يعني بعرف شنو التعريف مال الاستثمار. هل استثمار اني افتح عياده، استثمار اني افتح مركز في 4-5 اشخاص؟ هذا لا يعتبر استثمار. انا اقول اذا في استثمار معناته لازم يكون في كذا مليون. استثمار يعني مؤسسه طبيه متكامله فيها كل شيء. أو أجيب لي 5-6 أطباء هنا و5-6 أطباء هنا، وصرنا مثل يعني للأسف الكلمة ذي إن انتشرت العيادات دي، بالتالي المستثمر ما يتشجع إذا يشوف الكم الهائل من العيادات اللي موجودة، لأن هذه العيادات بعد تستنفذ قدرات الناس. ما يتم أحد بيروح المستشفى. لابد التشريع هو يقنن هالموضوع ذي، التقنين من هو اللي له الحق إنه يستثمر، وكم المبلغ حق الاستثمار، وشو الاشتراطات اللي إحنا نحطها. لازم يكون في عنده الاشتراطات، عدد الأسرة، عدد التخصصات، عدد الفنيين، كميات الأجهزة، كميات الأدوية، الاستيراد، كذا. هذه أشياء مهمة. بوس أقول لهم خلاص خذوا عملوا استثمار، افتحوا مركز وخلاص، هاي استثمار، هاي في نظري لا أعتبر استثمار. طيب خلينا نرجع لسيادة النائب، تعليق حضرتك. وهل يمكن ان يكون في الايام القادمه لجنه للاستماع الى بعض كبار الاطباء في مملكه البحرين للحديث عن القوانين ومراجعتها للبدايه في عمل خريطه للسياحه العلاجيه بشكل متكامل؟ اي طبعا. انا ارد اؤكد الكلام اللي قاله الدكتور عبد الوهاب، ان احنا في قانون الاستثمار حطينا الاستثمار في القطاع الصحي بشكل عام، سواء كانت مستشفيات أو مصانع حق الأدوية أو مصانع حق الأجهزة أو مصانع حق المعدات الطبية أو يعني الأشياء اللي تحتاجها يعني القطاع الصحي، مثل الأبر، مثل كمامات، مثل هذه الأمور. فحطينا إحنا في القانون الاستثمار بالأنشطة، وحطينا يم النشاط حجم رأس المال، وكذلك بعد حطينا حجم رأس المال مع العمالة الوطنية اللي لازم أهو يوظفها عشان يفيد الاقتصاد من مشروعه، على أساس إن إحنا نطلع من سالفة العيادات والمراكز الطبية الصغيرة اللي هي ما تفيد الاقتصاد ولا تفيد يعني القطاع الصحي كقطاع أن أنت تحتاج أن ينمو ويكون قطاع سياحي ويخدم الاقتصاد الوطني. فهذه الأمور رعيناها، ومقابلها عطينا ضمانات حق هذا النوع من الاستثمارات اللي هي راح تلتزم برأس المال وعدد العمالة الوطنية، وعطيناها امتيازات أيضا في فترة إنشاء هذا المشروع. فهو مشروع متكامل، وجزء يعني أحد يعني الأنشطة المهمة اللي احنا حطيناها هو النشاط القطاع الصحي. وأطمن الدكتور أنه هو بيكون حق الأنشطة الكبيرة، يعني مستشفيات، ما
مصانع، يعني معامل تنتج هذه الأدوات اللي لها علاقة بالقطاع الصحي. أيضا احنا عندنا اجتماع مع غرفة تجارة صناعة البحرين، واللي هي احنا وانا في عضويتي في مجلس إدارتها أيضا حرصنا على أن يكون عندنا لجنة مختصة بالقطاع الصحي لأهميته، وجمعيتكم أيضا كذلك ممثلة، والمشروع راح يعرض عليها من خلال هذه اللجنة. وحتى لو أنتم حابين أن أنا هو المشروع عندي في اللجنة المالية، حتى لو أنتم حابين أن احنا نطرش لكم كجمعية بشكل مستقل أو بشكلك يعني دكتور بصفة خاصة، أنا ما عندي مانع، بالعكس أنا أحتاج رأيك وأحتاج يعني خبرتك في هالسنوات كلها، وهذه راح تثري وتفيد المشروع. هذه فيما يخص التشريعات، وإحنا مهتمين في هذا القطاع. في عدد الـ 14 مليون أنا على عجل بقولها، أنا لازم أروح فوق، بس حاب أن يعني أعطيكم هذه الفكرة، أن عدد الـ 14 مليون إحنا مو فقط أنهم يكونون يسكنون في البحرين، إحنا طبعاً لما أي مشروع نسويه ننظر للمملكة العربية السعودية، وننظر للتطورات المهمة اللي تقوم فيها، وننظر أن البحرين تكون لها حصة من هذا القطاع السياحي، سواء كان السياحة العلاجية، سواء كان السياحة بشكل عام، أو حتى السياحة التعليمية. إحنا نبي كلنا جزء من هذه الخطة، فإحنا مو شرط إنه يكون ساكن في البحرين عشان يستمتع في مطاعم البحرين، أو يستمتع بالأنشطة السياحية اللي في البحرين، أو يزور المراكز العلاجية في البحرين، ممكن هو يكون ساكن في السعودية ويعبر الجسر ويخلص ولد يروح. أنت يهمك إنه تخليه يدخل البحرين وينفق في البحرين، هذه هي الهدف من الاستراتيجية السياحية. قبل ما تسيبنا ساعة النائب، بس هل اقتضاء الفندق يا أستاذ الحميد يحتاج ماذا يحتاج من السلطة التشريعية؟ نحتاج الاهتمام من طرف السياحة، اهتمام من طرف الدولة أو من طرف الحكومة. أعتقد يعني في ثلاث سنوات هو استراتيجية فعلا في اهتمامية أكثر من كده. نعم، ما في استراتيجية طرحت لده. لا، أنا أقصد يعني شوف، الثلاث سنوات اللي راحت القطاع الفندقي عندنا وبالذات الفنادق هم كانوا مهموشين زين، وتأثروا يعني تأثر كبير بالكوفيد 19. طبعا هذه الكل عارف هذه الشيء، وهي أكبر خسارة مو بس حق الفنادق، هي خسارة حتى حق الحكومة. اليوم احنا نطالب من سعادة النائب انه يتدخل في هذا الامر عن طريق مجلس النواب، اطالب انت محمد عن طريق جريدة الوطن ان تنشر ان لازم في اهتمام اكثر لقطاع الفندقة وبالذات حق الفنادق الاربع نجوم. اليوم انت عندك تقريبا 200 او اكثر من 200 منشأة سياحية، انا اتكلم عن فنادق الخمس نجوم، اربع نجوم، عن القطاع الثلاث نجوم، واتكلم عن القطاع او الفنادق المفروشات السياحيه. رجع لك ثاني يا استاذ حبيب بعد اذنك، بس نشوف سياده النائب لانه مستعجل. في تعليق عند حضرتك سياده النائب؟ انا طبعا كل اللي قاله الاخ حميد يعني احنا قاعدين ندرسه ونعمل فيه. القطاع السياحي الكل مؤمن فيه انه هو قطاع الغير نفطي اللي بيحقق النمو، وهو اللي بيحقق المستقبل للبلد. وأوعدك أيضاً أن نقعد معاك ونستمع من عندك بالتفصيل، على أساس أن نوصل كل شيء أنت تبغي نتأكد أنه وصل. مشاركة من القطاع طويل العمر أخوي أحمد، أن أنت تشاركون القطاع وتسمعون لهم وتهتمون فيهم، لأن شفت أنا بدعوكم سواء في غرفة أو في مجلس النواب، ونستمع أنا لكم في مصر خيام يعني. شكراً وياكم يعني كمان السيارة. شكراً كمان أحمد السلوم، أشكركم وأعذروني على هاي، بس تعرفون شو أسوي يعني، استمتعت بوجودي معاكم، إن شاء الله أتواصل معاكم. أكيد لنا ندوات أخرى إن شاء الله. شكرا جزيلا. أما لا أستاذ أحمد، أخي محمد إذا بس تخليني أضيف اليوم يعني إحنا حسب المعلومات المبدئية اللي أنا عندي من سنتين أو ثلاث سنوات، مدخول الـ MRA من القطاع الفندقي هو أكبر مدخول لهم. ومن راح يستفيد من هذا المدخول؟ طبعا تمكين، من راح يستفيد تمكين؟ ده تمكين عنده القوة، عنده المادة، عندهم الاستراتيجي. الفنادق رايح بعد تستفيد منهم، فاليوم في خسارة كبيرة ان تمكين ما قاعد تحصل نفس المبالغ اللي كانت تحصله من الفنادق في قبل كوفيد 19. لذلك انا اقول اطالب
انه يعني وانا اقول لك من فضلك اخوي محمد ان هذا الموضوع لازم تهتم فيه، ان فنادق البحرين محتاجين دعم من الحكومه، محتاجين دعم من قطاع السياحه بالذات والاهتمام. اذا انت عندك 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 طفل اهتميت فيه بترعرع بيكبر، بس احنا حاليا يعني صراحه مع المصاريف اللي يعني الفنادق تدفع حق القطاع الحكومي والقطاع الخاص it's unbelievable يعني، بالذات اذا تشوف مصاريف الكهرباء، مصاريف اليوم في تدفع برسنتج حق 5% حق قطاع السياحه، تدفع البي اي تي، تدفع وتدفع وتدفع، في النهايه الفندق ما عنده اي مدخول انه يعني يتنفس، ما يبون يسوون ارباح بس يبون ما يصير عليهم مشاكل. اتمنى تهتمون في هالموضوع اخوي. شكرا. معنا الاستاذ محمود المشرف العام لشركه البحرين للسينما، اعتقد ان هذا القطاع لا يقل اهميه عن بعض القطاعات الاخرى. دور العرض واهميتها في الجذب السياحي يا استاذ محمود. حضرتك سامعني؟ سعدت مساء ان شاء الله، وشكرا على الاستضافه في هالندوه اللي نحتاج منها الكثير لكي نصل لمثل هالقرارات الهامه. واشكر ضيوف كلهم اللي موجودين على كلامهم اللي يعني يستفاد منه الكثير في مثل هالندوات، ويا ريت تستمروا في مثل هالندوات اللي ممكن انه الكل يستفيد منها، وممكن انه فعلا تصنع شيء للبلاد، ممكن انه الكل يستفيد منه، لانه نحن في الوقت الحالي نحتاج الى مثل هالدعم من كل الجهات، نحتاج الى اعاده تنظيم امورنا خصوصا في التبديل السريع اللي نشوفه في العالم، خصوصا الكوفيد 19 والفتره اللي مر فيها العالم كله. العالم ابتدى يتحول، واحنا يجب ان نكون كجزء من العالم، وعندنا القدرات، نمتلك من القدرات ونمتلك من الافراد ونمتلك من يعني كل الخبرات اللي موجودة والتاريخية والحضارية كلها موجودة، فليش ما نعيد كل ترتيباتنا من أجل أو نعيد هيكلة كل شيء بطريقة معينة لكي يكون فيها استفادة للجميع. كلمنا عن دور العرض وأهميته في الجذب السياحي، شركتكم آليات اختيارها للأفلام. شركة البحرين السينما طبعا تعتبر من أقدم الشركات اللي موجودة في المنطقة لعرض الأفلام، هي شركة دور عرض الأفلام. اختيار الأفلام طبعا ما يتم من ناحيتنا نحن، اختيار الأفلام عادة ما يكون من الشركات المصدرة اللي تصدر الأفلام وتصدرها للمنطقة بالكامل يعني، واحنا جزء من المنطقة، يعرض نفس الأفلام اللي موجودة إذا كانت في هوليوود أو بوليوود أو ما شابه ذلك من الدول الكبيرة اللي تصنع الأفلام وتقدمهم للناس، فنحن يعني جزء منها ونعرضها في نفس الوقت اللي تعرض، وساعات أيضا قبل ما تكون موجودة في باقي الدول تعرض فيها. فتعتبر السينما من الوجهات السياحية العائلية الهامة جدا في للسياحة في البلاد. ده اللي كنت اتكلمت فيه مع الأستاذ محمود. الأستاذ محمود سمعني؟ معك، تفضل أستاذ محمود، تفضل. طلبت مداخلة يا فندم، تفضل. لا، احنا كنا بنتكلم على نفس الشيء، نفس موضوع ان احنا فعلا يعني عندنا مقومات كلها اللي تكلموا عليها، وتفضل الدكتور ايضا تكلم وابرز النقاط هامة جدا. احنا عندنا كل هالمقومات موجودة في البلد، أظن اللي يقصرنا بس أو نحتاجه اللي هو فريق إعلامي قوي، فريق إعلامي متمكن يدرك قوة الإعلان، يدرك قوة هاي، لأنه أنت البلد موجود فيها كل شيء جميلة، شعبها أنت أي مكان تروحه في العالم لما تقول أنا بحريني يفتخروا الناس، ويعني تشوف أنه الناس مستانسة إنه والله أنت من البحرين، الله يا محلوكم، يعني حتى أي دعاية تشوفها في التلفزيون، أي دعاية على السوشيال ميديا، أي شو اسمه متابع أو شيء، لما يسمعون إن شخص بحريني يستانسون. فإحنا أنت نمتلك هذه المقومة، هذه اللي أنت لو دفعت كنوز الدنيا كلها
ما تحصل عليها بسهولة، هذه ما تنبنى والله بمليون ومليونين وبجت كامل، لا لا لا، هذه زرعت موجودة من زمان في نفسية البحرينيين، فهذه جميلة جدا. احنا ناقصنا بس فريق إعلامي قوي، فريق يدرك معنى الماركتينج، شلون ممكن أنت تسوق لبلد معين، توصل صورة هالبلد، توصل منشآت هالبلد، تاريخ هالبلد، الأماكن السياحية، الأماكن الترفيهية اللي موجودة، أماكن الألعاب، أماكن السينما. أعتقد أنا بس عمل مداخلة بس أستاذ محمود، أعتقد أن الفريق الإعلامي هو موجود فعلياً ويتم الترويج لمملكة البحرين خارجياً بشكل رائع، لكن أعتقد من كلامك أني بتطلب للترويج لبعض الأمور، يعني زي السياحة العلاجية مثلاً تحتاج إلى برامج متخصصة، صح يا دكتور حضرتك؟ احنا نطلب شيء specialized، يعني التسويق في general وفي specialized. انت تتكلم عن تسويق عام، اما التسويق الخاص اللي يدخل في العمق، هاي بنحتاجه فعلا في البلد. يعني نحتاج ان الواحد يدرس بالضبط ليش مثلا شو الزوايا اللي نحتاجها في البلد من أجل أن نزود السياحة، نزود أشياء، نطور منها. إحنا نرى أن مثل ما خبرنا بعد الكوفيد العالم ابتدى يتبدل، وإحنا يجب أن نبحث عن التبديل هاي وشلون إحنا نواكد الموضوع، وإحنا عندنا المقومات، فممكن أن يكون أسهل بكثير من باقي أصلاً الدول اللي ما كان عندهم وابتدوا من يعني أشبه من الصفر يعني. فإحنا لا، عندنا التاريخ، عندنا مقومات، عندنا الشعب الجميل، فليش ما نمشي فيها؟